اليوم العالمي للدراجة الهوائية طاقة إيجابية في لبنان على الرغم من انعدام الممرات المخصصة لذلك. باليوم العالمي للدراجة الهوائية بـ3 حزيران، شي مرة سألته كيف بدأ هالاختراع وشو الهدف من تطويره؟ الجواب منه بهالسهولة، فقد مر اختراع الدراجة بعدة مراحل، أبرزها بالعام 1917 لما قام الألماني كارل دريس بتطوير ما اسمه The Hobby Horse، وسبب إلهامه هو الكارثة الطبيعية اللي سببها ثوران بركان تمبورا بأندونيسيا اللي أدى إلى كارثة مناخية تراجع فيها استخدام وسيلة التنقل المعتمدة بوقتها وهي امتطاء الأحصنة. ومع السنين طورت الدراجة إلى شكلها الحالي وأصبحت هواية ورياضة بيتم التنافس فيها، واليوم العالم بيحتفل بهالنهار تحت شعار الركوب معا من أجل مستقبل مستدام، أي استخدام الدراجة كوسيلة نقل من أجل الحد من ظاهرة التلوث. ولكن هل هالشي ممكن بلبنان؟ للأسف لا، يعني صراحة أنا بخاف أمشي لحالي على الطريق إذا بأمنه، لا عن جد بتوفر وقت علينا وعلى أهلنا. لازم الدولة تكون عاملة طرقات مخصصة أرصفة للعالم، يكون في رجارات العالم تقشط فيها بالأول قبل ما يركبوا على الفيلو، يطلعوا على فيلو ويروحوا مثلا على أشغالهم. أكيد إذا نشغل على هذا الموضوع أكيد هي وسيلة بديلة، بس بلبنان كتير صعبة. ببيروت بلشت القصة قبل 7 سنين بمشروع للبلدية، ثم سحبت الدراجات بعد فترة صغيرة وتحولت الممرات لطريق للسيارات مجددا. طرقات بلبنان غالبيتها بيغيب عنا الممرات المخصصة للدراجات الهوائية يلي كتير من الأشخاص بيستخدموها كوسيلة للترفيه. والله جبت العيلة لحتى غير جو، ومنا كمان تدرب أولاد الصغار على البسكليت. كسبور بعمل بسكليت، ايه ضلني كتير وقت على البسكليت كل نهار. يعني النصيحة يعني ياخدوا بسيكلات أوفر وسبورت، شيل ستريس بتريحنا واستمتع شوي بالصيفية. وهالأراء بيظهروا قديش ركوب الدراجة الهوائية بيعطي طاقة إيجابية، فمش ممكن تكون حزين وانت على البايك حتى لو ما في طرقات جاهزة.